وسهلا في كل من يتابعنا الآن عبر شاشة قناة سامراء الفضائية. وصلنا لفقرة خطار. اليوم بخطار رح نتحدث عن ملتقى همم الشبابي العربي للعمل التطوعي، حيث انتهت فعاليات هذا الملتقى يوم أمس في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة عدة دول عربية. وطبعا كانت هذه المشاركات بأهداف معينة وبتفاصيل عديدة رح نتعرفها من أحد المشاركين في هذا الملتقى، وتحديدا من سلطنة عمان محمد مسلم. اهلا وسهلا فيك محمد، نورتنا لليوم. اهلا وسهلا الاستاذه اياد، وبامانه سعيد جدا باستضافتي معكم عبر قناتكم الرائعه والمتميزه قناه السمراء. اهلا وسهلا فيك، يعني اهلا وسهلا فيك في عمان اولا، من سلطنه عمان نورتنا وسعيدين بوجودك معنا. قبل ما ادخل بتفاصيل الملتقى بدنا نطمن عن الاهل في عمان، كونه اليوم بدا في اعصار شاهين وتم اخلاء بعض المناطق في سلطنه عمان، طمنا كيف الاهل في عمان؟ الاهل الحمد لله هم بخير وبصحه وعافيه، وكذلك ايضا دور الحكومه الرشيده في سلطنه عمان دوما سباقه ومبادره كذلك. نعم. ايضا في هذه الاجراء الاحترازيه التي تقوم بها في السلطنه بدات اللي هي الجهات العسكرية وكذلك أيضا المجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص. نعم. القطاع الصحي كل يساهم كذلك في لتعدي هذه الجائحة على أكمل وجه. جدا. يا رب إن شاء الله ربنا بيحمي الجميع ويكون معهم يا رب. رح أبدأ في الملتقى، يعني خلينا نحكي عن أهداف هذا الملتقى وأهميته تحديدا. أهداف الملتقى، أنا ببداية الأمر أحب أن أشكر الدكتور وأستاذي مجدي حمدان رئيس. نعم. مؤسسة همم، بنك همم للعمل. نعم. التطوعي. تحية للدكتور مجدي. تحية. نعم. له هذا الدكتور الرائع، هو يعني أحد أسبابه تواجدي أنا في هذا الملتقى معكم في عمان ومشاركتي في هذا الملتقى. أهلا وسهلا. تهدف هذه المؤسسة كذلك من خلال حضورنا للجلسات التعريفية في اليوم الأول من هذا البرنامج، عرفونا ببنك همم للعمل التطوعي وكذلك أيضا أهداف هذه المؤسسة التي أهدافها تتمحور حول العمل التطوعي وكذلك قرص روح العمل التطوعي لدى الشباب سواء كان في الأردن أو في المجتمع العالم العربي. نعم، جميل جدا صراحة، يعني تجربة العمل التطوعي دائما إحنا بنحاول قدر المستطاع أنه نعزز وجودها في المجتمعات العربية لأهميتها، تنمية فكر الشباب العربي، وبالإضافة كمان خلق روح المبادرة والتعاون في المجتمع. أنا حاب أعرف عن تجربتك أنت الخاصة محمد، كيف كانت في هذا الملتقى وبالإضافة في العمل التطوعي بشكل عام؟ تجربتي بأمانة في هذا العمل التطوعي ومشاركتي في هذا الملتقى بأمانة تجربة رائعة ومثرية. أولا من عدة زوايا ومن عدة محاور. الزاوية الأولى أن جميع الشباب المنظمين في هذا الملتقى هم أوريدي متطوعين اللجنة. نعم. المنظمة. وكذلك أيضا الشباب المشاركين من 10 دول اللي هي الدول العربية كلهم أيضا لديهم إسهامات ولديهم مشاركات تطوعية في بلدانهم. سواء كان في الجمعيات أو المنظمات الخيرية أو بعض الأعمال التطوعية وكذا. فكانت تجربة جدا رائعة، كذلك التعرف على تجاربهم المثرية وخلال جلستنا مثلا في وقت الاستراحات وكذلك أثناء تواجدنا في بعض أوقات اللي هي فترة المساء المسائية كذا. جميل. نتناقش فيما بيننا ونتحاور حول الأعمال، ما هي الأعمال التي قمت بها مثلا في تونس، ما هي الأعمال التي قمت بها مثلا في لبنان، تبادل خبرات تبادل وتجارب كذلك. عندنا زملاء من اليمن، عندنا زميلنا كذلك أيضا مشارك من السودان. حلو. زملائنا مشاركين من السعودية ومن فلسطين. فكان هذا التنوع اللي هي التنوع الشبابي من مختلف الدول العربية المشاركين في هذا الملتقى إثراء جدا رائع. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية كذلك أيضا احتواء البرنامج على العديد من الورش التدريبية التفاعلية الرائعة التي استفدنا منها من خلال مدربين رائعين ومتمكنين، فكانت عبارة عن ورشتين تدريبيتين. الورشة الأولى ألا وهي أبجديات العمل التطوعي، والورشة الثانية هي عبارة عن ورشة العطاء. جميل جدا، يعني صراحة جهودكم واضحة وتشكروا عليها، وبالإضافة كمان أنه ذكرت لي محاور جدا مهمة ونقاط جدا رائعة، قديش عندنا فكرة أنه إحنا التواجد العربي وتكثيفه في من جميع أقطار الوطن العربي هذا بيعزز على فكرة تبادل لخبرات عديدة وتجارب مختلفة بيعيشها الشباب العربي. يعني هذا الملتقى إذا بدنا نتحدث عنه أكيد في هناك شركاء لنجاح هذا الملتقى، داعمين خلينا نحكي، هل هناك أي جهات معنية مثلا خلينا نحكي؟ أكيد هناك في العديد من الجهات اللي دعمت هذا الملتقى، ومنها جمعية سيدات جرش وعلى رأسها رئيسة الجمعية الأستاذة هبة الزرقات. كانت هي في استقبالنا وتعريفنا بالجمعية وتعريفنا بأركان الجمعية ودور الجمعية وكذا، بالإضافة إلى جمعية سنابل الذهبية التي ترأسها الأستاذ فادي، فحضرنا إلى الجمعية وحظينا بكرم الضيافة وتبادل أطراف الحديث والنقاش حول أعمال الجمعية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية. حلو،
كانت زيارات لوين بالضبط؟ زيارات ميدانية لنتعرف على أعمال الفريق على أرض الواقع. هم في بداية الأمر شرحوا لنا الأعمال وكذا، ونقطة المرحلة الثانية انتقلنا إلى اللي هي الزيارات الميدانية، زرنا منازل هم كانوا داعمين لها، زرنا كذلك أيضا بعض الأبار التي يتبناها الفريق ويقوم بالأعمال عليها. كذلك أيضا كانت هناك في تطبيق عملي في البرنامج من ضمن هذا التطبيق العملي، ألا وهو حملة نظافة. قمنا بتنظيف غابات برقش. غابات برقش نعم بالضبط. قمنا بعملية تنظيف واستقبلنا اللي هو رئيس لجنة البلدية وكان معه وفد وكانوا داعمين لنا ومشجعين. و يعني صراحة أعمال ميدانية جميلة وأيضا تعزيز لوجود العمل التطوعي وتكثيفه في مجتمعاتنا. طيب يعني من خلال مشاركتك في هذه الملتقى ووجود جنسيات عربية عديدة من أكثر تقريبا 10 دول عربية مشاركة في هذا الملتقى، يعني خلينا نحكي ما أهمية مثل هذا النوع من الملتقيات لحتى فعلا نعزز وجود العمل التطوعي في الوطن العربي؟ بالضبط، هذه نقطة جدا مهمة أستاذ آيات، أنه كثير عندما الشخص أو بعض الجهات أو بعض الألجان أو بعض الفرق التطوعية تركز على الندوات وتركز على الأعمال التطوعية، فتعد هذه اللي هي انطلاقة رائعة لنشر وثقافة العمل التطوعي، وذلك من خلال الورش التدريب وأوراق العمل التي تعرض في هذه المؤتمرات وهذه الندوات، ومن ثم ترفع كتوصيات أو ترفع إلى تقارير لجهات معنية تقوم ب التركيز عليها والعمل عليها في توفيرها في المدن والشعوب والأوطان. هل في الملتقى تم عرض خطط وأفكار ومقترحات ممكن تطبيقها في الأوطان أو مثلا في الدول العربية؟ يعني مثلا أنت سفير لدولتك الآن في هذا الملتقى، هل مثلا بعد انتهاء هذا الملتقى يعني أنت هلا حامل أفكار عديدة ممكن تطبقها في سلطنة عمان وكذلك كل المشاركين في هذا الملتقى؟ أنا بأمانة أعجبت بالتجربة الأردنية في جمعية سيدات جرش، وذلك من خلال تركيزهم على الحرفيات وتركيزهم على بعض الأشياء التي تقوم بها النساء وتأهيل النساء لتكون أسر منتجة في المجتمع. نحن عندنا تجربة شبيهة في سلطنة عمان في هذه الجانب اللي هي وتأهيل النساء وكذلك أيضا تأهيل الأسر المنتجة لتصبح منتجة ولديها دخل يساعدها على إدارة أمور حياتها بنفسها بالضبط. كذلك أيضا التجربة سنابل العطاء، فريق سنابل العطاء تجربتهم جدا رائعة، وذلك من خلال تركيزهم على الآبار وحفر الآبار وكذا. فأعتقد أن الدول العربية لديها شح في جانب المياه، فإذا تم استقلال مثل هذه مثل هذه المبادرة كذلك ونشرها في كافة أقطار العالم العربي سيكون لها دور جدا هام وبارز. نعم، برأيك يعني محمد ما هو دور الجهات المعنية والرسمية بتعزيز وتكثيف دور الشباب تحديدا في العمل التطوعي؟ هل هناك لازم يكون عليهم مسؤولية على عاتقهم تقع لحتى تكثيف الجهود أو إتاحة الفرص بشكل متاح أكثر للشباب لينطلق ويبدع في العمل التطوعي؟ والله أنا أؤمن أنه العالم العربي والشباب العرب مجتمع فتي، تقريبا يشكل تقريبا أعلى نسبة في الهرم السكاني هي فئة الشباب. نعم. وأن الحكومات العربية دوما داعمة للشباب وأنها دوما تقف بجانب الشباب، لأنهم هم الذين سيحملون اللي هي عجلة التنمية الأوطان في المستقبل. صحيح صحيح. فإذا تم تأهيلهم بالشكل الصحيح وتم تدريبهم بالشكل الصحيح والتركيز كذلك على الناشئة من خلال المدارس والجامعات والكليات، وتم قرص مفهوم العمل التطوعي في المناهج الدراسية وكذلك أيضا من خلال الأندية ومن خلال الجمعيات وتثقيفهم بشكل مباشر، وكذلك أيضا أنتم دوركم كوسائل التواصل الإعلامي من بكافة المنابر الإعلامية التي لديكم أنكم توجهون رسائل دعم للشباب وتحثهم على مزاولة العمل التطوعي. نعم، جميل جدا صراحة. إحنا بنتمنى لكم دائما كل التوفيق يعني، وبنتمنى في الأيام القادمة فعلا نشوف أنه تكثيف وجهود أكبر للعمل التطوعي في كافة أنحاء الوطن العربي، يعني من خلال تجارب العديد من الأشخاص وأيضا من خلال كتير لقاءات بنعملها في استراحة الظهيرة. دائما بنسمع بأنه العمل التطوعي هو جزء مهم من حياة كتير من الأشخاص، بنمي مهارات كتير عالية عندهم. حلو أنه أنت يكون عندك روح الفريق وأيضا مبادر دائما لأعمال خيرية دون مقابل. العطاء شعور جدا رائع، وبالإضافة كمان أنه كتير من الناس بتسعى لإله، تسقل شخصيات أولادهم من خلال العمل التطوعي. تجربة سلطنة عمان تحديدا، قبل ما أختم حابة أعرف منك يعني العمل التطوعي كأشكاله وأنواعه بإيش بينصب بشكل كبير؟ والله في العديد هناك من الشعب للعمل التطوعي، سواء كان بالجهد أو كان بالفكرة أو كان بالعلم، وسلطنة عمان جدا داعمة كذلك للعمل التطوعي. يوجد لدينا جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، هي جائزة تعقد كل عامين ويتم فيها تكريم أشخاص المنجزين والجمعيات والفرق التي حصلت على
مركز المراكز المتقدمة يتم تكريمها عن طريق عرض جهودها، وكذلك مشجعين للعمل التطوعي. نعم، جميل جدا، كل أمنيات التوفيق. قبل الختام، يعني الملتقى هل له راح يكون نسخة أخرى قريبا، أو يعني راح يكون في له مشاركات أخرى وبإطار مختلف؟ راح نسمع هذا الشيء، يعني كون هذا النوع من الملتقيات احنا بنشجع دائما وبندعم على وجوده في الوطن العربي. بأمانة أنا مشارك في هذا الملتقى ولست ضمن اللجنة المنظمة لهذا الملتقى. نعم. فأتوقع أنه الدكتور مجدي بأمانة رجل مبادر ورجل سباق في هذا العمل، ونتطرق إن شاء الله بإذن الله إلى قديم، يعني إلى مزيد من الأعمال والملتقيات وكذا، وإن شاء الله أنا حاب أني أحضر معهم في المرات القادمة إن شاء نعم الله بإذن الله تعالى. إحنا نشكرك على روحك العالي والمبادرة دائما في كافة المبادرات التطوعية، بنتمنى لكم دائما التوفيق، وبالتأكيد مثل ما ذكرت الدكتور مجدي يعني غني عن التعريف، مبادر ومصاحب لمبادرات عديدة بيسعى دائما لاستمرارها في الوطن العربي ككل. أنا يعني دائما بتمنى التوفيق لكل الشباب العربي، ودائما يعني بقول شغلة بأنه شبابنا العربي هو شباب مبدع وفكر، لكن بحاجة لمساحة حتى ينطلق صحيح. في هذا الإبداع. من خلال تجربتك والتقائك بالعديد من الشباب العربي في هذا الملتقى، هل لمست في حس إبداعي عند الشباب العربي لكن يحتاج لمساحة ودعم أكبر لينطلق؟ والله بأمانة الشباب جميع الشباب المشاركين شباب مبدعين. نعم. وشباب رائعين، وكل شخص يمتلك هوايات مختلفة يختلف عن الشخص الذي أمامه، كل متميز، كلهم كنجوم في سماء مضيئة ما شاء الله عليهم، مبدعين ورائعين، ولكن يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد، لابد أن يكون في سيلف ستدي، يطوروا من ذواتهم. نعم. يحاولوا أن يتعلموا أكثر ليتفوقوا إن شاء الله. نعم. في بإذن المستقبل بإذن الله تعالى. هل قدمتم مبادرات مثلا ممكن للدكتور مجدي بأنه يتم عقد الملتقى في سلطنة عمان أو بدول عربية أخرى، يعني كونه أنه يتيح مجال لعدد من الشباب في دول دولة معينة أنه يكونوا مشاركين في هذا الملتقى؟ والله نتمنى الدكتور مجدي أنه يكون إن شاء الله معنا ويأتي لسلطنة عمان ويتعرف على الشباب، ونقوم ونعمل ملتقى مثل كذا ونجمع فيه الشباب من مختلف أقطار العالم العربي إن شاء ونكون الله. منظمين وسعداء بأخواننا العرب من كافة أقطار العالم. نعم. العربية. في كلمة أخيرة بتحب توجهها أستاذ محمد، أي شيء لكل الشباب العرب اللي بتابعوك من جيلك الآن، يعني كونك أنه أنت جاي من بلد لبلد آخر لتشارك في ملتقى لدعم العمل التطوعي، كيف شو الرسالة اللي بتوجهها للشباب اللي من جيلك تحديدا؟ والله أتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وأنهم يركزوا على ذواتهم أكثر ويتعلموا أكثر، ويحاول بقدر الاستطاع أنهم يوفروا أوقاتهم في أشياء ثمينة ونافعة، يبتعدوا عن الأشياء التي تهدر الوقت. نعم. وينقرصوا في العمل التطوعي ويحاول ينخرطوا بالعمل التطوعي. نعم، كل الشكر لك محمد مسلم من سلطنة عمان، نورتنا لليوم أحد المشاركين في ملتقى همم الشباب العربي للعمل التطوعي، سعدنا جدا بوجودك معنا، أهلا وسهلا فيك. وأنا سعيد جدا أستاذ آيات، وشكرا لك.